التحفة التانية، سلطة بطاطس بالذرة والمايونيز، بصوا ظريفة جدا جدا وسهلة قوي، بتشبع، طعمها حلو، مناسبة للحر، يعني سلطة صيفية تتاكل جنب أي أكل، هتبقى حلوة جدا مع الكيك الحادق اللي احنا عاملينه ده، مع بيتزا، مع ساندوتش برجر، الحاجات اللي هي الفاست فود، فراخ بانيه، الحاجات دي تحفة تحفة، هتنبسطوا منها قوي. بصوا أنا معايا بطاطس متقطعة مكعبات ومسلوقة، تمام؟ أهم حاجة لازم يبقى في حرفنة في سليق البطاطس، ليه؟ علشان هي تكة ما بين إن أنت تسلقيها حلو تبقى محافظة على شكلها المربع ده، وبين إنها تتهري منك وتبقى مستوية زيادة عن اللزوم فتبقى تتقلب لبطاطس مهروسة. خلي بالك، إحنا محتاجين نقطعها مكعبات صغيرة أحسن، ونحطها في مية سخنة بتغلي، ونستنى عليها 4 دقايق مثلا، 5 دقايق بالكتير قوي، وبرضه تبقي متابعاها لحسن تكون نوع البطاطس اللي انت مستخدماه نوع ضعيف تستوي بسرعه، عايزينها تبقى لسه ماسكه نفسها، نشيلها على طول من الميه السخنه على ميه ساقعه او تحت الحنفيه، المهم ان احنا نوقف السخونيه اللي جواها عشان ما تفضلش تستوي مع نفسها وهي بتبرد، فاهمين قصدي؟ ده هيوقف طريقه التسويه بتاعتها على طول، وتبقى محافظه على شكل المربع بتاعها، فتتحط في السلطه تبقى لذيذه وفي نفس الوقت مستويه، تمام؟ معانا كمان نص كوباية من الذرة الصفراء، هتبقى ظريفة جدا، ممكن أقل من كده، مش لازم يعني المقادير بالظبط في الحاجات دي، يعني براحتك، عايزة تحطي كمية بطاطس قد إيه، تحطي كمية ذرة قد إيه، زي ما أنت عايزة. معانا كمان بصلاية متقطعة شرايح رفيعة، معانا كمان بصل أخضر متقطع حلقات صغيرة، معانا خيار مخلل حتت برضو منه، ممكن مكعبات أو حتت صغيرة زي ما تحبي، شوية بقدونس وشوية شبت، هنقطعهم حتت صغيره ونحطهم مع السلطه. الدريسنج بقى معانا 4 معالق كبار من المايونيز، لو المايونيز بالنسبه لك بيتعبك او حاجه ممكن ناخد 2 معالق مايونيز وقصادهم كمان 2 معالق زبادي، بدل ال4 معالق ما يبقوا مايونيز ممكن نستخدم نص الكميه زبادي ونص الكميه مايونيز، وطبعا في دلوقتي مايونيز لايت، في منتجات مصريه حلوه جدا في السوق من المايونيز، ممكن تجربوها هتعجبكم قوي. هنبقى حطينا ده وده، يا اما تحطي ال4 معالق كلهم مايونيز عشان طعم السلطه يبقى حلو، تمام؟ معلقه كبيره من المستردة، 2 معلقة احنا قلنا 2 معلقة كبار من الزبادي، وملح وفلفل وشويه زيت زيتون، بس هو ده الدريسنج، مايونيز، مستردة، زبادي، ملح وفلفل وزيت زيتون، ان شاء الله الوصفه تعجبكم. هنطلع بوله اهو، هعمل اول حاجه الدريسنج، تمام؟ عشان بعد ما اخلص الدريسنج اقوم حط عليه المكونات واقلبها كلها. هنحط الزبادي ونحط المايونيز كده اهو، ونحط المستردة، مايونيز ومستردة وزبادي، هنحط ملح وفلفل وزيت زيتون، ادي زيت الزيتون كده وملح وفلفل، ملح وفلفل، ونقلب الدريسنج كويس قوي، حاسه ان هو محتاج شويه زيت زيتون كمان، كده بس كده، ونبتدي بقى نحط المكونات. انا هحط البصل في الاول، اول حاجه عايزه البصل كده يتوغل مع الدريسنج، وعايزين نحط الخيار المخلل برضو يتوغل مع الدريسنج كده، ونحط البطاطس ونقلب كده، ونحط كمان الذرة ريحتها خطيرة، وشوية بقى بقدونس وشوية شبت وبصل أخضر، البصل الأخضر سبحان الله، يعني احنا بس حاطين بصل في الأول غير البصل الأخضر، بس كل واحد فيهم ليه طعم كده، بس كده خلصت السلطة يا جماعة، بصوا لذيذة، طبق كده تقديم حلو، وننزل
بالسلطة الحلوة دي اللي هي عايزة شوكة بس وتبقى ايه جاهزة وتجنن. بس كده مع الفراخ المشوية، مع الفراخ المقرمشة، مع الفراخ البانيه، مع البيتزا، مع سندوتشات البرجر، الناجتس، كل حاجة من الحاجات السريعة دي، السلطة دي جنبها فظيعة، هتشبع وهتبقى تحفة وخفيفة، ما تحسيش ان انت بتاكلي حاجة كده يعني دسمة ولا حاجة، بالعكس صيفية بتتاكل ساقعة، هتنبسطوا منها جدا. احنا عاملين طبق هناك اهو برضو، طبعا تقدروا برضو تحطوا لها حتت صغيرة من الخيار مثلا لو عايزين، عايزين تحطوا برضو حتت صغيرة من الفلفل الالوان برضو هيبقى ظريف. يعني دي شوية حاجات كلها قابلة للاضافة لطبق السلطة، هيبقى خطير. جربوه وقولوا لنا ايه رأيكم.